كتشوفوا الطريقه ديال الحلوه ديالنا ديال الكوكو شنو خصها. بحال اللي كتشوفوا هنايا عندي 5 ديال البيضات، عندي كاس ديال الزيت بيضه، وكاس ديال السكر سنيده ها هو، وعندي 500 غرام ديال الكوكو اللي عاديك حليتها هي، وعندي السميده، وعندي العصير ديال الحامض ها هو، وعندي كونفيتير ديال الفريز، وعندي هي اصلا في الحقيقه خاصها كونفيتور ديال المشمش. انا هذه اللي عندي في الفريغو طاحت سالات لي ما كاين مشكل، حتى هذه كتجي زوينه فيتها درتها كتجي زوينه. وعندي هنا القشور ديال الحامض، وعندي هنا واحد الباكيه ديال الخميره الزا دو فيغ شيميك الزا ها هي. ايوا حنا غادي نبداو مع الحلوه ديالنا. حلوة كوكو كتجي غزالة، كوكو بالسميدة كتجي فنة. هادو هما المقادير اخوتي ديالنا، وتبعوه معايا. احنا غادي نبداو بسم الله. 5 د البيضات عندي هما نهرسهم، سبحان الله العظيم هادي حمرا وهادي صفرا مايدا تدجج تدجج عاوتاني كاين البيضات ديالهم اللي فيهم السكريات سبحان الله بزاف كاينين. هنا هنا يا خوتي انتما كتشوفوا 5 البيضات غنحركوهم بسم الله بيدنا، الله خلينا يدنا ما كاينش بحال يدين. التقاليد ديالنا بالمغاربه الوالدينا كانوا كيديروا كلشي باليدين. هنا شوفوا اخوتي خلطوا مزيان، خلطوا خلطوا مزيان. انا هاد الحلوه مولفه كنعملها وكتصدق لي الحمد لله، كتصدق لي ما كيكونش شي مناسبه شي دابا اخوتي عندي كاس ديال السكر العلبه ها هو اللي كتشوفوا. انا كاين الناس اللي كيديروا كثار على 5 د البيضات، كاين اللي كيدير كاس ونص جوج كيسان، انا كندير كاس باش ما تجيش حلوه بزاف حيت باقي كونفيتير فيها وباقي كنديروها في سكر كلاص، حتى هو راه كلشي حلو. الانسان يحاول ما يكثرش في السكر بزاف باش الحلوه كدوز زوينه مع القهوه ولا مع اتاي كدوز زوينه عاوتاني ما كتغيرش شي بنادم. كنهضر على الناس اللي ما كيبغوش السكر بزاف، ما هي اصلا الحلوه راه علاش كيعيطوا الحلوه حيت فيها السكر وحلوه. هانتوما كتشوفوا اخوتي البيض خلطوه مزيان، يعني خلطوهم خلطوهم حتى يوليو كيبانوا في كيدخلوا في البيوضيه ها آه. وبيان ميلانجي بيان 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 سورتو بيان ميلانجي افيك لي دوا. نقدروا ميلانجيوه بلو باتور اللي عنده لو باتور يسالي مزروب، نديرو بالباتور حركوه حتى يولي بياض. طنطا طنطا انا خوتي غادي نحركو مزيان ونرجع ليكم. هذا كي كتشوفو ها ولا شويه بيضين كي كتشوفو فوالا. هنا يا خوتي قبل ما نبدا الحاجه الكبيره ندير فيها نديرو شويه ديال الملح، نقولو بسم الله الرحمن الرحيم نديرو الملح ها. دابا غنديرو الزيت ديالنا العلبه كاس د العلبه ها هو الزيت ديالنا. كاين اللي كيدير معاها الزبده عاوتاني، انا شكون ندير عليه الزيت مختاري ديال الخطر ديالي هو هذا. انا الحلوه خوتي مولفه كنعملها وكتجيني زوينه صراحه.
خلطو مزيان، عطيني ديك الزيت هدا كيف كتشوفو هنا. سبغيك هاد الحلوة زوينة ديال الكوكو، سهلة سهلة، حتى فطياب دغيا دغيا. غادي ندير الكوفيتير ديالي، هو غندير العسل الحامض ديالي حتى هو، وغادي نقشر ديال الحامض حتى هو. هنا نحركو عاوتاني هادشي كلشي، هاد المقادير افخيز هو بجانبك كي كانت عندي كنت درتها افخيز الصوص صغير. ها نحركو مزيان، وهنايا نديرو الكوكو ديالنا، نص كيلو الكوكو. واو انا كتعجب انا فوكو انا كتعجبني الكوكو يكون فيها اكثر من السميده، السميده يعني عي كنجمعها بها وصافي، باش كتجمع لك. وهاد الكوكو هذا نخدلو مزيان، نعجنو مزيان كي كتشوفو اخوتي، نعجنو مزيان. كيصوف كيشرب سبحان الله العظيم، والسميده حتى هي كتشرب، حتى السميده كتشرب. هنايا هنايا غنكبو السميده على حسب والجميع، كيبو عبار نتوما ميزانكم، ما خصهاش تجي قاصحه وما خصهاش تجي جاريه بزاف. هانتوما كما اخوتي شكرا على التتبع ديالكم، والله يجعلنا نكونوا خفاف على قلوبكم يا ربي امين، وما تدخل علينا هاد العواشر بالخير والهنا والصحه، العواشر رمضان عليه ان شاء الله. انتما كتشوفوا اخوتي باقي جايه، باقي جايه شويه، باقي كنزيد لها شويه، نزيد لها شويه اخوتي نتمنى غير هاد الشويه ديال الزيت غيكون بركه. هي صورا غادي تخلطو بجوج لي الدنيا احسن، انا غير هاد القصعه كنزلقني. كي كتشوفوا اخوتي خدمتها مزيان وجمعتها مزيان، اخر غنديروا فيها واحد الساشيه ديال الخميره الحلوه. صافي هنايا كتسمى صافي تسالتنا الحلوه ديالنا. كتشوفوا هي اللطه ديالي، درت الطابيه سوري سوفريزي، ها هو الطابيه ديالي حراقي فور غير غزال الحلوه، وكما عرفتوا شي كيعرفوا الطبخ ديالنا كامل تبارك الله حادين. فوالا وهنايا عندي المزهر، المزهر ديالنا غنديرو هنايا، غنقد الفوار به ها هو، ندير شي شويه هنايا على ريحه كتحمق حمقني. وهذا السكر كلاصي ديالنا ها هو، وانتوما تبعوا المقادير اخوتي حتى الاخر، شوفوا تبعوا ما كتشوفوا شي مزيان هاي دابا كدا ناسي تبعوا النطاق احسن ليه
هذا واقيلا سيميون صنيت الحلوة ديالنا هي هاهي كتلوى. المهم غادي أنا كنحال يدي هكا كنحال يدي كنهزك يدي وكناخد شوية هايدا هايدا خوتي نتوما عارفين وكنكوى حتى إلا حسيتو بلي مبغاتش تكوى راه كتكوى ساهلة ساهلة. إيوا نحشيوها عاوتاني في المزهر ونعمروها بالسكر كلاص عمروها بالسكر كلاص نعمروها نعمروها ونحطو في اللاطة ديالنا هايدا عاوتاني هادي. البلاطو ديالنا كيف كتشوفوا هنا كي كتشوفوا اللاطة الحلوة ديالنا ها هي شوفوا هذا هو البلاطو اللي جاني نحاولوا نبعدوهم ومنسقوهمش بزاف وهنا قبل ما ندخلو الفران كما كتشوفوا اخوتي نديرو عيب اليد ديالنا بالصبع ديالنا نتكيو عليها غير هكا ها ها غير هكا هاي كتفتح بوحدها عيب شويه هاك بحال اللي كنديرو لا طومبون صافي. هنايا غندخلوها الفران وهانتوما معرفين فين هي هذا خوتي وباقي بقات لي العجينه يعني غيجوني بزاف بلاطو الحلوه هادي بحالي صافي و النهاية ديالها غطي ونوريها لكم اخوت. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وبقاو حتى اللخر باش تشوفو كي جات الحلوة ديال كوكو سميدة. الحلوة ديالنا اخوتي ها هي هاهي خرجت من الفران كي كتشوفوها دابا مخصنيش نحاليها دابا هاهي كتشوفو جات تبارك الله مهاشة باينة عليها باقي سخونه تتبرد تتبرد اخوتي ونحل لكم وحده معايا ونقدمها لكم. شكرا اخوتي بقاو معايا في ماكاب تاخر وشكرا اخوتي وما تنساوش تلايكي وتخليو لي كومونتير وبارطاجيو مع العائله. ها هي اخوتي الحلوه ديالنا الحلوه ديالنا كي كتشوفوها ها هي جات زاهره هشة ها